جبل المصريون وفطروا على التعلق بمناجاة البارئ العظيم والمحبة الخالصة للنبي الكريم. كلمات رقيقة فوق ألسن رزقت حسن الصوت وجماله، تترجم شيئاً مما تجيش به الصدور وترق له القلوب. أصوات خاشعة تتضرع إلى الله تعالى وتظهر الإجلال لخاتم الرسل الكرام، تؤنس السكون ويهتز معها الوجدان. يا رب يا الله يا رب الله يا رب يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل قد سير الفلك والروح والملك بالأمر قد نزلوا في ليلة القدر. الله يا رب الله يا رب ملائك الرحمن والروح والبركات، ملائك الرحمن من ألف شهر قد شرفت من قدر. الله الله يا الله الله يا رب. يا ربنا بحق هذه الليلة العظيمة المباركة ندعو لبلادنا فاستجب دعاءنا. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، يا رب فاحفظ أرضها وسماءها وأمنها وأمانها، وأدم عليها نعمة الإيمان هي الكنانة ما هانت على أحد. يا رب تحفظها عطفا وترعاها. ندعوك يا رب ندعوك يا رب ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والنيل مسراها. بارك لنا فيما جنينا واجل الطريق لناظرينا، وافتح كنوزك في يدينا وأعلي وارفع ما بنينا. يا اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية وحفظا لوطننا. يا أكرم الأكرمين يا حتى تنالوا جنة
أقولها حتماً.